فاجأنا قبل كم يوم انه احد اعضاء الاتحاد الفرعي اللي هو استاذ سبهان ينزل منشور انه بس ست انديه شارك بهذا الموضوع بالبطوله. فاحنا رحت انا قابلت الدكتور اياد بنيان اللي هو مسؤول اللجنه التطبيعيه بالاتحاد المركزي، وقال المحافظة نينوى تستثنى من هذا الموضوع، شارك جميع الانديه اللي مكمله الاجازات التاسيسيه من وزارة الشباب والرياضة، اللي ما مكمل يعتبر أدنى. الحمد لله بجهود ذاتية، يمكن أول ملعب منذ 50 أو 60 سنة الوحيد نادي الأمواج قدر يبني ملعب على حسابه الخاص، وإن شاء الله خلال أيام قصيرة 10 أيام أو 15 يوم راح ينفتح ملعب المرحوم أحمد راضي اللي هو بالمجمع من نادي الأمواج. الوحيد نادي الأمواج حصل على قطعة، خصص له قطعة أرض كمساطحة، والحمد لله عن قريب راح ينفتح، ويعتبر هذا الملعب ملعب محافظة نينوى، ملعب جميع الأندية. تفاجأنا على عبر شاشات الفيسبوك أنه الاتحاد ناشر خبر أنه يطلب مشاركة 6 أندية فقط، علما أنه من ديباجة الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه عندما يرغب عندما يريد ينظم بطولة لأي لكرة القدم فيكتب على الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الدوري تقديم طلب إلى الاتحادات الفرعية أو المركزية. احنا تفاجأنا أنه هاي المرة الاتحاد هو يستدعي الأندية، يعني أندية معينة. الموسم الماضي بعد ما قسمنا مجموعتين وانتظرنا والفرق استعدت واشترت تجهيزات ولعبات ودية والاتحاد ما طل وما أقام البطولة، هاي السنة ألغى هاي الأندية الحديثة، الأندية الجديدة اللي يريد يشارك مستند على إيش ما أعرف. فاحنا عندنا مرجعيتنا هي وزارة الشباب والرياضة، احنا كلنا نمتلك أندية، نمتلك كتب انه احنا أندية تم اعتمادها، وهاي وزارة الشباب والرياضة بعثت نسخة الى الهيئة التطبيعية حول مشاركة أنديتنا في البطولات القادمة. حاليا يعني اكو منحة مخصصة من المحافظة واللي قدرها 500 مليون اعلن عنها السيد معاون محافظ سيد عبد القادر الدخيل، معاون محافظ اعلن عن وجود 500 مليون راح تخصص للأندية محافظة نينوى. الان اكو اجتماع وان شاء الله يعني يوم غد عندنا اجتماع مع السيد معاون محافظ من اجل زياده المبلغ الى 1 مليار في سبيل يعني نكون يعني نغطي يعني جميع الانديه، و يعني نقدم مقترح باضافه يعني الفرقه الشعبيه والرواد، يعني جميع الرياضيين في محافظه نينوى، انه يعني نقدم طلب بشمولهم بهذه المنحه المخصصه اللي هي مبلغ 1 مليار. اما سابقا فلا يوجد اي ملعب، ملعب الإدارة المحلية الملعب الوحيد في محافظة نينوى يعني كان يمارس عليه النشاطات، هسه حاليا الملعب خراب ودمار بسبب انه احداث داعش، وعليه ايضا هم نطالب وزارة الشباب والرياضة والسيد المحافظ انه باعمار ملعب الإدارة المحلية باسرع وقت من اجل ممارسة النشاط الرياضي، كذلك حل مشكلة ملعب الدواسة وقضية النزاهة والاشخاص المسؤولين عن السبب في تسليم الملعب الى النزاهة.